يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس. بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس، كل واحد منهم يقرأ وينفث فيه، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، هذا كان موجودا في بلاد نجد بكثرة، والرقية في الماء والنفث في الماء هذا ورد به الدليل، ورد به الحديث، يقرأ في الماء ويشرب.